ما جيناش على باله، مال الجمر ماله، جمر والله جمر، ما جيناش على باله، مال الجمر ماله. الله يرحمك يا استاذ، كنت سابق عصرك. مال القمر ماله، ما جيناش على باله. ليش اتأخرت يا توحة؟ تعالي لي يا توحة تعالي، اتأخرت علي واني على الأرض. ما جيناش على باله، ما جيناش على باله، مال الجمر مات. توحة، ليش اتأخرت يا توحة؟ وانت تعرفين ان الحالي بالشقة، قصدي يعني مشان تروقين الشقة وتنظفينها. يا شيخ انا جاية في ميعاد. زين اقول لك، ادخلي المطبخ واعملي لي من تحت ايدينك الحلوين هذولا وجبة اكل، لاني جوعان، انا جوعان يا توحة. عينيا. توحة اقول لك، نادي على البواب من شباك المطبخ وقولي له يطلع لي الحين. ماشي يا شيخ. وبعاد كنتم ولا قريبين، لمرادنكم دايم سالمين، وليلة ليلة 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 ليلة. اقول لك يا حاج، تروح الحين عند ابو الكوامل، تعرف ابو الكوامل؟ تقول له انطيني الامانه للشيخ عبد الله، ها؟ خذ ادي له الفلوس وقول له انطيني الامانه للشيخ عبد الله، فهمت؟ فهمت يا باشا. ما تتاخر، يلا. اوكي يا باشا. يلا ما تتاخر. حط. وبعاد كنتم ولا قريبين، لمرادنكم دايم سالمين. خير يا شيخ عبد الله؟ عاوزني اطبخ لك حاجه غير الكوسه؟ توحتي انا شفت نفسي متوحش بالصاله، قلت اجي اتسلى وياكي. طب ما تقعد بره في الصاله احسن، تقعد على الكنبه تتفرج على المسلسل، تفتح كده المكيف، ده حتى الجو هنا يعني خنقه وحر. حر؟ انا اللي حران يا توحه، بس الجو هين منعش. ما تجيب من الاخر كده يا شيخ عبد الله، عشان يعني تريح وتستريح. احسن كلمه قلتيها يا توحه، جيبي انت من الاخر. من الاخر اللي في دماغك ده مش هيحصل ابدا. وان كنت فاكر انك انت مشيت مراتك وابنك وكابور عشان تستفرب بيا، مش هيحصل. وسيبني في حالي بقى، خليني اطبخ ولا اسيب لك البيت وامشي؟ لا لا، تمشين تروحين فين وتسيبيني لحالي يا توحة؟ ماله حالك يا اخويا، ماله حالك، حالك احسن من حالي. ما تسيبني في حالي بقى، كفايه الغلب اللي انا فيه. غلب؟ ليش غلب يا توحة؟ ليش غلب؟ توحتي اني بير ماله قرار، فضفضيلي قولي اللي نفسك بيه يا توحة وانا اسمعك. توحتي اني ربنا بعدني مشان احقق لك احلامك، تبين فلوس انطيكي، تبين ذهب اجيبلك، امريني بس يا توحتي. لا تامرني ولا امرك، خد بعضك واطلع اقعد بره بدل ما اسيب لك البيت وامشي. خلاص خلاص خلاص، ما تتعصبين، اهدي اهدي. ما تنسينا الكوسة، أريد أكل كوسة. أنت الكوسة في دماغك. توحة خليك أنت، يعني راح أفتح الباب، روحي تكملي شغلك بالمطبخ، اطبخي لي وأكل زين حلو. يلا يا توحة، يلا يا توحة. أبو الكوامل، على وش التأخير يا أبو الكوامل؟ أعمل إيه بقى؟ على أيام الراجل العطار عمل لي الخلطة واداني الحجر، خد إيش حجر جهنم.
حجر جهنم؟ حجر جهنم يعني ايه؟ شيت بلا عارف؟ لا جدير ايه، ما توديش نفسك في داهية. الخلطة هي اللي هتدوب في مية وتشربها، الحجر ده بقى تدهن بيه. عليم والله شكلها وصفة زينة يا ابو الكوامل. اي خليك نار. تريد عصير نار؟ كم تريد؟ لا لا خلي بقى تجيب واحد بس على قد معدك تطلع. ما يصير، اشكرك يا ابو الكوامل. بسم الله ما شاء الله. الف سلامة. الله يكرمك. بامان الله، بامان الله. ادعي لي يا ابو الكوامل. الله، حجر جهنم. هلا بيا يا رز على ملوخية، يا كنت قاعدة اتغدى وضربني بالمخدة في لع ايه ده؟ يلوي 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 ايه ده؟ يا مصطفى ايه ده؟ ايه ده؟ قفشتك؟ ايه اللي انت بتتفرجي عليه ده؟ ده انا كنت فاكرك قطة مغمضة اتفرج على مجلات. يا نهار ابيض، ده كلام برضو. قولي لي بقى، اتفرجي على الحاجات دي من امتى وجبتيها هنا ازاي؟ انت دي انت هتاخدني في دوكه بقى، انت اللي شايل الحاجات دي ليه؟ دي حاجات استغفر الله العظيم. دي لا استغفر الله العظيم ايه، دي كتب المدرسه. كتب المدرسه هبلاني، ما رحتش مدارس، دي حاجات حرام وعيب وهتدخلك النار. طب وحياتك انت، دي كتب مدرسه. طب قولي لي، انت سبت المدرسه وانت في سنه كام؟ ثالثه اول. دي بقى خمسه ثالث. شفتي انت، لو كنت كملتي كانوا اديك الكتب دي. طب طالما يعني هي كتب مدرسه، خبيتها تحت المرتبه ليه؟ ده انا خبيتها عشان اختي ماري. ماما قالت لي ان انا اخبيها كده عشان هي لسه ما خدتش الكتب دي في المدرسه. شفتي بقى، سيبيني بقى اذاكر عشان انا عندي امتحان رهيب في صفحه 10. ماشي، وادعي لي. ربنا يوفقك. توحة اني جوايا كلام كثير اريد اقول لك عليه. انا قلت لك مش هتلمس مني شعره، اديني المفتاح وخليني انزل. تنزلي تروحين فين وتتركيني لحالي يا توحة؟ والنبي ما تضايق خلقي بقى، بدل ما الم عليك الناس كلها ورقه بالصوت. ترقعي بالصوت وتفضحين نفسك وتبقين توحة المفضوحه؟ لا هفضحك انت. ما حد راح يصدقك، راح اقول لهم انك سرقتيني. انا سرقتك ليه كده يا شيخ؟ ما حرام عليك كفايه الغلب اللي انا فيه. سرقتيني يا توحه، سرقتي قلبي. بقول لك ايه، زي ما انت كده قول كل اللي انت عايزه، انا نازله من باب المطبخ. يعني قفلت باب المطبخ قبل ما تيجي؟ هي بقت كده؟ ماشي. مجنونه، استني تعمليني يا مجنونه؟ مش انا بقى سرقتك وهتسجن؟ اعمل بقى اللي انا عايزاه اخد حقي. لا 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 استني طلع المفتاح عشان اخزك في رقبتك. اجيب عجلة. خذي المفتاح يا مجنونة، خذي المفتاح. امشي جاتك مصيبة تشيلك. انا ناقص مجانين. امشي كده، ما تجيش غير بالسكة على دماغك.